الظروف الاستشفائية السيئة وتهاون الأطباء بحياة المرضى هي الأخطاء الطبية التي قضت على صحة البعض وحياة البعض الآخر ودمرت نفسيات الكثيرين. آدم بن عرفة طفل من ولاية تبسة تسبب الإهمال الطبي إلى إعاقته خلال عملية توليد بمستشفى الولاية، حيث ناشدت أسرة آدم السلطات بإجراء تحقيق موسع حول هذا الإهمال. واش نطلب من السلطات يتكفلوا بولدي الغلطه اللي دارها بولدي والاعاقه اللي دارها بولدي. السبيطار هم داروا لي كيمك، عوقوا لي الطفل، يطلب توا باش نحمل المسؤوليه تاعته. سردت أم آدم المأساة التي عاشتها رفقة ابنها والتي كانت تظن أن الأمر يتعلق بخطأ طبي فقط وإنما سوء المعاملة وغياب الرقابة أيضا. قلت لي يا اختي قعدت 8 ايام تحت المراقبه، قلت لي نهار 8 ايام هبطتني لتحت البلوك، قلت لي ما تنعتيش ليا خدمتي، هبطتني كسرت لي ولدي، رجعت للمدير قال العساس صحتها. الاخطاء الطبيه تتكرر والضحايا على كثرتهم في الجزائر ولا تعويض لهم بما جنته عليهم ايدي المتهاونين من اشباه الاطباء حسبهم، ويدفعون ثمن هذه الاخطاء طيله حياتهم.